وهذا أصل عظيم في أن أمر الآخرة وما عليه الناس في الجزاء والعقوبة فإنه لا يبحث عنه، ولكن يجب على كل مسلم أن يعتقد أن من مات على الإيمان أنه في الجنة، وأن من مات على الكفر أو النفاق فهو في النار، وأن من مات على النفاق فهو في الدركات السفلى من النار. ولكن نحن لا نقطع لكل من قال لا إله إلا الله في الإيمان الباطن الذي يدخله به الجنة، وقد تكون له ذنوب وهذه قد يطهر منها ثم يدخل الجنة، لكن القطع لمعين بجنة أو نار هذا الذي منع منه السلف. قالوا لا يقطع لمعين بجنة ولا بنار لسببين، كأن لا نعلم ما في الباطن، والإيمان إنما ينتفع به الرجل إذا ظهر على جوارحه وصدق ما في القلب ووافق ما في القلب، وأما إذا اختلف الظاهر والباطن فإن العبرة بما في القلب، فإن العبرة بما في القلب، فإذا كان الإيمان في القلب وأكره الرجل على كلمة الكفر فإنه لن يؤاخذ بما أكره عليه، أو كان الإيمان في القلب وأغلق عليه فقال كلمة الكفر لا يؤاخذ بها. فإذا وجد الإيمان في الظاهر ولم يوجد في الباطن فإنما يؤخذ بما في الباطن من الإيمان أو الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله، أي أن الله هو الذي يتولى حسابه.